ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة. برضو ننوه انه شاع في على الشبكة العنكبوتية والمؤمنين كتير فرحين فيها طيشا ايوه فما فوقه بعوضة فما فوقه. ظاهر الامر انه ما احنا قلنا البعوضة من بعض، هلا فما فوقها كون اكمل، فهو ما فوقها زيادة جملا وطيرا ما تشاء ما تشاء، على اعتبار كله عند الله سواء، ما فوقها عنده ولا عند الناس؟ عند الناس. يعني ما تعلمون انتم انه لمين ضرب المثل ويضرب الله الامثال لنفسه ولا للناس؟ للناس لعلهم يتذكرون. فلما قال فما فوقها فشايع في الشبكة العنكبوتية، وطبعا كل هذا تحت عنوان الاعجاز يا شيخ، تحت عنوان الاعجاز، يعني هذه الامة عند فكرة كيف نقصف في غزة ونقصف في العراق، من الاعجاز يا شيخ، من الاعجاز اللي تشربناه، من العجز اللي تشربناه، نسأل الله ان يطهرنا منه. فشاهدنا انه الله لما قال فما فوقها كل كن في اعجاز تعالى الله، يعني احنا نصرف العجز والاعجاز في دين الله وفي كتابه كما نصرف عنه ما شتم اليهود به ربهم، هذا كله سواء يا اخوانا، كل قول على رب لم يقله نبي كله سواء. يعني قال احد التابعين من الصالحين نحسبه والله حسيبه، قال انما عبدت الشمس والقمر بالقياس، حقيقة كيف فكرة كيف جعل عيسى الها وربا وابنا كيف بالقياس؟ قال روح الله والقاها الى مريم وليس لها زوج، طيب بالقياس وطلع عنده تعالى الله. مش هيك يا اخواننا؟ تبارك اسمه احسن الصمد لم يلد ولم يولد. ف يا اخونا الامام لما صلى دعا ربنا قال ابدلهم بضعف قوة يا كريم، هذا من اسمائه الصحيحة ولكن مش هو فما فوقها. فقالوا فما فوقها انه اكتشف العلماء ايه كما بيقولوا لاحظ، اكتشف العلماء انه في على ظهر البعوضة في مخلوق دائما على ظاهر، ادفع هذا صحيح ولا مش صحيح؟ يعني يسير ان يطيش وبيضحك عليهم واحد فينشره على الشبكة وبيطيروا هم فيها، انه اكتشفوا في المجاهر، يعني ما هو الاعجاز مئات قوس، انا اضحك وانا بالفعل يعني هذا ان منهم ضاحكون حقيقة، هم يضحكون على انفسهم انه لما تطورت الاجهزة عندهم اكتشفوا هذا المخلوق على ظهر البعوضة. فمن اين للنبي عليه الصلاة والسلام ان يعلم لولا هذا فهذا بالتالي هو الاعجاز؟ وطبعا عند اهل القرآن هذا كله من تخليق الشيطان ومن طيش الفراش هذا اللي هم فيه الان، بل فما فوق يعني فما فوق معنى كمان حتى شيء، يعني في اللحظة مثلا قد يكون من هو دونها حجما وكتلة هو فوقها في الخلق، ولكن هو الله يكرمنا لما في من قال لك فما فوقها لاحظ، فبالتالي قولهم مردود يعني في كل ما تكلموا فيه.